محمود انت جد دلوقتي يا. الحمد لله اه عندك مين احفادك قد ايه؟ انا عندي اولادي محمد ومحمود وعلى دول ولادك اه واحفاد احفاد سجده وسجا ما شاء الله لا قوه آه. ربنا يخليهم لك بتاخد احفادك حواليك كده وتحكي لهم قصتك ما عادش حاجه الوقت اللي انا وهم معايا ليه النهار معايا صغيرين معاي. اه واحده عندها ثلاث سنين وواحده لا واحده ثلاث سنين اه بس. لسه صغيره وواحدة ولادك حكيت لهم سنين. طيب قصتك ما هم عايشين معايا الدور هم حكيت لهم اللي حصل لك بالتفاصيل اللي بتحكيها لنا دي؟ اه اه طبعا ما بيقعدوا معايا قالوا لك ايه لما 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 سمعوا منك اول مره القصه دي؟ علمتهم ايه؟ قلت لهم شوفوا يا اولاد ابوكوا الصبر الصبر ده الواحد صبر. يعني يعلم البني ادم الصبر يعني هيعلّموا غير الصبر في كل مواقف لازم يستحمل ولازم يرضى بالقضاء والقدر فطبعا بقى لما طلعنا بقى اقول لك انا طلعنا على الشط بقى هترجع اه نرجع للقصه جت... ورجوعك آه. على الشط قول لي رجعنا بقى ايه المركب ديت خدتنا هم احنا احنا ثلاثه ما خدتش حد تاني احنا ثلاثه اللي طلعونا لان الوقت اللي كان عمي كذا بيقولوا 100 وحاجه لا لا بس هم جت كذا مركب كذا اه فانت المركب اللي كنت فيها كنتوا ثلاثه كنا ثلاثه اه اللي احنا طلعونا دول الراجل ابو كاسيت و... والممرضه والممرضه واني احنا ثلاثه في ثانية طلعت بقى مراكب ثانيه فطبعا بقى ايه طلعنا بره طبعا اللي هو مريض خالص تعبان زي الممرضه كده تروح المستشفى. مم. اللي هو كويس ودوه الخيم. فطبعا انا رحت الخيم ما رحتش المستشفى. مم. طبعا قعدت بقى كان هم عاملين خمس خيم. الجيش ربنا يبارك لنا فيه. امين يا رب. اه, آه. لقينا عاملين خمس خيم وطبعا آه. عاملين بقى لو بتاع ده عدس عشان يبقى سخن يعني حاجه تدفيه تدفيه الواحد اه وكل واحد بتاع بتاع عصير. وطبعا بتدوك بطانيه مم. ويعني وطقم نعم. ومش عارف ايه الحاجات دي يعني آه. آه. الجيش ربنا بارك لنا فيه هو أمين. اللي ادانا الحاجات ديت في الخيم امين وطبعا قعدت بقى الف في الخيم اللي هم الخمسه دول لما خدت راحتي يعني آه. وخدت ارتاح على ساد علي فكان بقى جالنا الله يرحمه عاطف صدقي رئيس أمين. الوزراء أمين. وجات ناس كتير اعلاميين أمين. وناس صحفيين وكده الله يرحمه ويسلمه فطبعا بقى قالوا قل... لنا هتباتوا سفاجه رجعوا تاني قال لا ده انت هتمشي وانت بتدور على صاحبك ها أه؟ وانت بتدور على صاحبك انا صحبك. بسال عليه لان لو انا لقيته اقول لهم ما لقيتهوش اقول لهم عايز اطمن عليه المهم طبعا يجي قالوا لنا هتمشوا احنا كنا حوالي قولي خمسه في الاتوبيس نعم واحد من السويس وانا من اسماعيليه وواحد طبعا اكيد من الشرقيه ما اعرفش واحد منين يعني كنا خمسه او كنا اربعه مم. جابونا بأتوبيس لغايه السويس وادوا الراجل دوت انا باختصر باختصار يعني مم. نزلوا الراجل ده السويس سلموه هناك في الاسم وانا امشينا على فايد راحوا طبعا بلغوا الاسم بتاعنا الاول بمركز لا. فايد فطبعا قالوا هو كويس قالوا كويس فنزلوني الموقف رحت لاهلك الموقف ده لا انا اهلي بعدها خمسة كيلو مم. انا بعد فايد خمسة كيلو مم. حته اسمها السعديه فطبعا ايه نزلوني بقى ايه لابس جلابيه وعليه بطانيه مم. وماشي في وسط فايد بقى نعم طب اعمل ايه يا اولاد؟ اقصى حاجه اخد عربيه هي توديني ايوه فقلت للسواق تعالى وديني البيت يعني نعم فطبعا خدني ونزلني بقى على... باباك ومامتك كانوا عارفين انك مسافر لا لا في المركب دي؟ لا لا ما يعرف ما يعرف خالص نهائي ولا البلد عارفين. اه يعني انت ما متفد. كانش فيه اتصالات ما كانش فيه اتصالات زي دلوقتي ده ربنا الوقت رحمهم من وال... التوتر والقلق اللي, كانوا هيعيشوا فيه باليومين والثلاثة لغايه لما لا لا ما ما يعرف. والله ربنا رحمهم ولا ولا اللي مات ده كان يعرف ايوه يعني ولا صاحبي ده لما توفى او ما توفاش ما كانش يعرف انا قلت لهم مم. قلت لهم سيد كان جاي معايا ودورت عليه ما روحوا دوروا عليه في سفاجه ودوروا عليه راحوا له اه ولا ما توفى ولا كده ولا كده خالص ما طلعش بقاء لله آه الله بقاء رحم. لله الله يرحمه